إلينا من القدس الباحث والصحفي الحنان ميلر. سيد الحنان، أهلا بك. أولا، ما تعليقكم على ما صرح به المتحدث باسم جماعة الحوثي منذ قليل؟ مثل هذه التصريحات اعتيادية، لا أعتقد أن هناك أخبار كبيرة يتباهى بالقدرات العسكرية، بينما شعب اليمن يموت من الجوع. حسب التقديرات الأممية 17 مليون يمني يعاني من الجوع الشديد اليوم، وهم يحاولون أن يقدروا أزماتهم الاقتصادية الداخلية الخانقة إلى أراضي أخرى ليتبجحوا بانتصارات أو استحقاقات. الآن ننتقل، هذا التصعيد بين الحوثيين وإسرائيل هل له تداعيات وتأثيرات على إسرائيل؟ طبعا، يعني إصابة هدف داخل مدينة إسرائيلية ومقتل مدني إسرائيلي يعتبر اختراق صارخ للسيادة الإسرائيلية، وكان من المفترض أن ترد إسرائيل بالمثل إلى المناطق الحوثية، إلى مصدر الهجوم. ولكن مشكلة إغلاق البحر الأحمر وتعطيل الملاحة في البحر ليس فقط مشكلة إسرائيلية، هو مشكلة دولية، مشكلة شرق أوسطية. فيجب على كل دول الشرق الأوسط التي معنية بالاستقرار وأمان وأمن الملاحة في البحر أن يتكاتفوا مع إسرائيل ويتصدوا لهذا الهجوم الحوثي المدعوم من إيران، لأن في نهاية المطاف الحوثي هو فقط وكيل لإيران، وهذه حرب بالوكالة لمصالح إيران. هناك وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن توقف العمل بالكامل في ميناء إيلات لعجز السفن عن الوصول إلى الميناء بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. لماذا الإعلان عن توقف العمل في هذا الميناء الآن بالذات بعد ربما هذا التصعيد الأخير؟ وهل يشير هذا إلى ربما توسع الحرب إلى حرب إقليمية؟ لا، توقف العمل في ميناء إيلات ليس بجديد، هو كان موجود منذ فترة. الإعلان عنه فقط التصريح بالحقيقة. تعطيل، كما قلت، تعطيل الملاحة في البحر شيء مخالف لكل القوانين الدولية، هي فعلا قرصنة يعني بكل معنى الكلمة. فأعتقد أنه استهداف إسرائيل هو فقط يعني خطوة أخرى لا تساعد لا الفلسطينيين لا في قطاع غزة لا في الضفة، لا تساعد طموحات الفلسطينيين بالاستقلال والحرية، فما بالكم بتساعد اليمنيين العزل المساكين الجوعانين في الحقوق، وفقط هي تصدير مشكلة داخلية يمنية لمصلحة إيران. هذا شيء خطير جدا. أعتقد بنيامين نتنياهو يتوجه إلى واشنطن ويلتقي الثلاثاء بالرئيس جو بايدن، في ظل كل هذه المستجدات ما المرتقب من هذه الزيارة؟ في هذه الزيارة يحاول نتنياهو أن يبرز موقفه كالقائد القوي الصامد، يعني الذي لا يرقع أمام مطالب حماس، ولكن في ظل أزمة داخلية حقيقية تهدد موقفه، في ظل اضمحلال شعبيته في الشارع الإسرائيلي، عدم قدرته على الوصول إلى صفقة مع حماس، عدم تحقيق كل الأهداف الاستراتيجية التي أعلن عنها قبل هذه الحرب، فأعتقد أنه هذه فقط محاولة يعني مسرحية للاستهلاك الداخلي وخاصة لأنصاره في الليكود، في ظل تكاد يعني صمود ويعني بقاء هذه الحكومة حتى الآن في ظل كل هذه التهديدات والأزمات. تحدثتم عن الصفقة بين حماس وإسرائيل، ما هي الحظوظ اليوم للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس في ظل كل هذه التطورات؟ من الصعب جدا التكهن. أمس سمعنا عن زي ثورة أو مطلب جديد من نواب متشددين داخل الليكود يهددون نتنياهو بالانسحاب لو قام بتوقيع صفقة دون يعني الحفاظ على خطوط حمر مثل البقاء في محور فيلادلفيا والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على محاور معينة داخل قطاع غزة.
فهذا هو التهديد مبطن على نتنياهو، يضاف إلى تهديدات من شركائه بن غفير وسموتريتش. وفي ظل كل هذه التهديدات، نتنياهو يخاف فعلا من سقوط حكومته أو انهيار حكومته لو قام بهذه الصفقة. ومع تطمينات من المعارضة، من يائير لابيد، من جانس وآخرين، أنهم يدعمون صفقة، فنتنياهو يخشى على مستقبله، على يعني لجنة تقصي حقائق يواجهها بعد هذه الحرب، فيبدو أنه خائف من المضي قدما في صفقة مع حماس. الباحث والصحفي الحنان ميلر، كنت معنا من القدس، أشكرك على هذه المعلومات وهذه المشاركة. شكرا.